السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نبدأها بالعناوين. محافظو حضرموت وعمران وسفيرنا لدى روسيا يؤدون اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية. مجلس الوزراء يقف أمام تطورات الأوضاع على المستويين المحلي والخارجي ويتخذ عددا من القرارات. الجيش الوطني يحقق تقدما في جبهة صرواح بمأرب وغارات جوية على مواقع الميليشيات. إلى التفاصيل. أدى اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وذلك بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة حضرموت وبقائه قائدا للمنطقة العسكرية الثانية. وعقب أداء اليمين الدستورية وجه فخامة الرئيس المحافظ البحسني بما يلزم في إطار مهامه القادمة، مشيدا بمكانة وتجربة وخبرة المحافظ البحسني كقائد عسكري وإداري سيعمل مع كل الخيرين بالاطلاع بمهامهم الوطنية والتنموية لخدمة حضرموت والوطن بشكل عام والانطلاق صوب المستقبل المنشود. ووجه فخامة الرئيس في هذا الصدد على توحيد الجهود وتسخير الإمكانات لخدمة أبناء المحافظة وتعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة مختلف التحديات ومواجهة الإرهاب واستئصاله من جذوره. من جانبه عبر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية عن سروره وامتنانه بالثقة التي منحت له من قبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده للاطلاع بمهامه وواجباته. واعتبر المحافظ البحسني أن توجيهات فخامة الرئيس برنامج عمله للمرحلة الراهنة لخدمة حضرموت وأبنائها، مشيرا إلى أن ذلك سيكون من أولويات مهامه وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبد الله العليمي. أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم عبد الرحمن حزام الصعر، وذلك بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة عمران. وعقب أداء اليمين الدستورية هنأ فخامة الرئيس المحافظ الجديد موجها إياه بما يلزم للاطلاع بمهامه لخدمة أبناء محافظة عمران التي عانت الكثير جراء الحرب الانقلابية للحوثي وصالح على الوطن ومقدراته. وأشاد رئيس الجمهورية باستبسال أبناء المحافظة ووقوفهم في وجه الانقلابيين التي تكشفت أوراقهم الزائفة والتي ظلوا يرجون لها وصولا لأهدافهم الفئوية والطائفية البغيضة، مؤكدا على ضرورة تلاحم أبناء شعبنا اليمني انتصارا لتضحياته وأهدافه الوطنية لبناء اليمن الاتحادي الجديد. من جانبه عبر المحافظ الصعر عن سروره بهذه الثقة، مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده في خدمة أبناء محافظة عمران وصولا لسعادة كل شبر من أرض الوطن، مؤكدا على تنسيق الجهود مع مختلف الفعاليات العسكرية والشعبية لتحقيق الانتصارات التي يتوق لها كافة أبناء الشعب اليمني. أدى اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم أحمد سالم الوحيشي، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلادنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية. وعقب أداء اليمين الدستورية وجه فخامة الرئيس السفير الجديد بأولويات المهام الملحة المعبرة عن واقع وحاضر اليمن وشرح وبلورة مجمل التحديات التي واجهها ويواجهها البلد في ظل تداعيات انقلاب الحوثي وصالح على توافق الشعب اليمني وإجماعه الوطني في إطار تمثيل بلده في جمهورية روسيا الاتحادية التي لها مواقف داعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المحافل الدولية. وحث رئيس الجمهورية السفير الوحيشي على تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين وتفعيلها على مختلف المستويات. من جانبه عبر سفير الوحيشي عن امتنانه للثقة التي منحت له من قبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في القيام بمهامه وتمثيل بلده على أكمل وجه، معتبرا توجيهات فخامة الرئيس لبرنامج عمل لأولويات مهامه القادمة. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبد الله العليمي.
بعد ذلك استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج البحسني، ومعه قائد المنطقة العسكرية الأولى لواء ركن صالح طيمس. وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالجميع مشيدا بالتنسيق والجهود المبذولة في إطار محافظة حضرموت الرامية إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه أبناء المحافظة، موجها في هذا الصدد بالتكامل المطلوب وتوحيد العمل والإجراءات الأمنية والعسكرية في كافة المناطق والوحدات تحت إشراف محافظ المحافظة رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في المحافظة. وحث رئيس الجمهورية لواء ركن البحسني ولواء ركن طيمس على مزيد من العمل واليقظة الأمنية لمواجهة التحديات المختلفة ومجابهة واستئصال خلايا التطرف والإرهاب بأوجهها وأشكالها المختلفة. وعبر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وقائد المنطقة العسكرية الأولى عن امتنانهما وتقديرهما لتوجيهات فخامة الرئيس التي تهدف في المصلحة النهائية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وبناء الوطن ومجتمعه من خلال استتباب الأمن ومواجهة التربصات والتحديات المختلفة لتحقيق التطلعات والغايات المنشودة. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبد الله العليمي. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس دكتور أحمد عبيد بن دغر، ناقش تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء المستجدات الأخيرة والجهود المبذولة للتعامل معها، خاصة فيما يتصل باستعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب والاستمرار في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات الأساسية وكل ما يهم معيشة وحياة المواطنين اليومية. وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمام تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء المستجدات الأخيرة والجهود المبذولة للتعامل معها، خاصة فيما يتصل باستعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب والاستمرار في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات الأساسية وكل ما يهم معيشة وحياة المواطنين اليومية. واستعرض المجلس إنجازات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما يحققونه من تقدم ميداني وانتصارات بطولية لاستعادة الدولة المختطفة في ظل إصرار ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على عدم الانصياع للسلام والرضوخ للإرادة الشعبية والدولية بتطبيق مرجعية الحل المتفق عليها. وثمن مجلس الوزراء عاليا التضحيات العظيمة والجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين بقوات التحالف العربي في مختلف المواقع والجبهات، وذلك في سبيل استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تحت السيطرة ميليشيا الحوثي والصالح الانقلابية، مؤكدا حرص الحكومة واستمرارها في دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكل الإمكانات المتاحة باعتبار ذلك أولوية قصوى في عملها ومهامها، وبدعم سخي وصادق من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وناقش المجلس التحركات الجديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن والجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في اليمن ورؤية الحكومة الشرعية التي كانت وستظل داعمة ومرحبة بأية جهود بناءة ومثمرة تحت سقف مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليه والمدعومة دوليا. وأشاد مجلس الوزراء بالتفاف كافة القوى السياسية والعسكرية وراء القيادة السياسية الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وإسناد كل جهوده المبذولة لاستعادة الدولة سلما أو حربا في موقف يعكس وحدة الصف الوطني وتماسكه رغم كل ما تبذله مطابخ الانقلاب الإعلامية من محاولات بائسة لشق الصف الوطني في موقف كاشف لهزائمها المتوالية واقتراب نهاية الكابوس الذي أذاق اليمنيين كل ألوان الجرائم والانتهاكات لصالح مشروع إيران في المنطقة. وجدد رئيس الوزراء بهذا الخصوص تأكيد حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والعادل الذي ينهي الصراع ويضع حدا لمعاناة اليمنيين التي تسببت بها ميليشيات الانقلاب وبلغت مستويات مؤلمة على جميع الأصعدة وفي مقدمتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. وشدد الدكتور بن دغر على ضرورة الاستناد على المرجعية الأساسية للحل السياسي في أي مبادرة أو تحرك والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة القرار الأممي 2216 باعتبارها أقصر وأضمن طرق الوقف نزيف الحرب ومعالجة سببها الرئيسي المتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية.
مشيرا إلى أن الإرادة الشعبية لليمنيين والمعبر عنها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والوقوف صفا واحدا مع الشرعية وتقديم التضحيات القالية والكبيرة من أجل إنهاء الانقلاب لا يمكن المساومة بها أو الالتفاف عليها، لافتا إلى أن الدولة الاتحادية وبناء اليمن الجديد القائم على المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة هو حلم وقاية لليمنيين وسيتحقق عاجلا غير آجل. وتدارس مجلس الوزراء التحسن الملموس الذي طرا على الخدمات وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة خاصة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وأهمية الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة والاستثنائية لاستدامة تحسين الخدمات وتطويرها بشكل دائم، إضافة إلى الخطط الحكومية القائمة في مجال إعادة الإعمار. ووجه المجلس بهذا الشأن جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخص إلى الأهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والإشراف المباشر على أداء وحدات تنفيذ المشاريع ومحاسبة كل من يقصر أو يتهاون في أداء المهام المناطة به. وناقش المجلس مستوى تنفيذ الخطط الحكومية لمواجهة وباء الكوليرا والتعاون القائم على الأشقاء والأصدقاء في هذا الجانب، وبالأخص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وبقية الشركاء من المنظمات والدول، بما في ذلك محاصرة الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين وأهمية الضغط الدولي على الميليشيات الانقلابية لتسهيل وصول الأدوية الإغاثية والكف عن مصادرتها وبيعها. واطلع مجلس الوزراء على إيضاحات وزارة الصحة العامة والسكان حول الإجراءات المتخذة في مواجهة وباء الكوليرا بإقليم عدن والذي خصصت له الحكومة مبلغ 400 مليون ريال وضرورة مضاعفة الجهود لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقائية وعلاجية للتغلب على هذا الوباء. ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بضرورة مضاعفة الجهود لتلمس حاجات المواطنين والعمل المشترك لتوفير الخدمات الأساسية وفقا للإمكانيات المتاحة والتغلب على كافة الصعوبات ومواجهة التحديات في المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن ما أنجزته الحكومة على صعيد معالجة ملف الكهرباء وتوفير الإمكانيات اللازمة للتغلب على إشكالية انقطاع التيار الكهربائي. واستمع مجلس الوزراء من نائب وزير الداخلية ونائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى تقرير مفصل عن الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة المحررة والنجاحات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وثمن المجلس عاليا الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة في هذا الجانب، وكذا التحسن الملموس في تطبيع الأوضاع بالعاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، مؤكدا دعمه لكل الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإفشال مخالطات العناصر الإرهابية الإجرامية في تنفيذ عمليتها الشيطانية الدموية بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار. وأبدى الرئيس وأعضاء المجلس دعمهم القوي والكامل للأجهزة الدفاعية والأمنية للقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة المجرمين والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، مشددين على أهمية مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية لإحباط المخططات والعملية الإرهابية والإجرامية قبل وقوعها. ونوه الدكتور بن داغري بالتعاون القائم مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وما تقدمه من دعم لوجستي كامل للحكومة وأجهزتها الأمنية والدفاعية في هذا الجانب. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الحكومة تثمن تثمينا عاليا ما قدمه الجرحى من تضحيات دفاعا عن المشروع الوطني والدولة اليمنية وتصديهم للانقلاب، مشيرا إلى أن تضحياتهم لن تذهب هذرة وسيخلدها التاريخ بأنصع صفحاته. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي ممثلين عن جرحى المقاومة الذين يتلقون العلاج في عدد من المشفيات الهندية، مستمعا منهم إلى شرح مفصل عن المشاكل والصعوبات التي تواجه الجرحى أثناء رحلة علاجهم. وقال الوزير المخلفي أن الدولة لن تتوانى عن تقديم الرعاية الكاملة للجرحى وأنها ستعمل على تذليل كافة الصعوبات والعقبات أمام استكمال علاجهم وعودتهم إلى الوطن. ووجه وزير الخارجية سفير اليمن لدى الهند عبد الملك الإرياني والملحق الصحفي بالسفارة أنيس الردفاني برعاية الجرحى الرعاية التامة وتذليل الصعوبات أمامهم.
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلاف اليوم في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة الهندية نيودلهي ممثلين عن الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الهندية. وخلال اللقاء استمع وزير الخارجية إلى المشاكل التي تواجه الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الهندية والصعوبات والمعوقات التي تعترضهم، ومنها تأخر وصول المستحقات المالية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية. وتطرق المخلافي إلى ما تقوم به الحكومة اليمنية في سبيل تذليل الصعوبات أمام طلاب تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي وجه الحكومة بسرعة معالجة ملف الطلاب اليمنيين في الخارج والاهتمام بهم ورعايتهم وإعطائهم الأولوية برغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الانقلاب. من جهتهم أكد الطلاب اليمنيون الدارسون في الجامعات والمعاهد الهندية أكدوا تقديرهم لما تقوم به الحكومة في حل مشاكلهم رغم الظروف الصعبة التي تسبب بها الانقلاب وإدانتهم للانقلاب ووقوفهم مع القيادة الوطنية الشرعية ومخرجات الحوار الوطني وإيمانهم بمبادئ الثورة والجمهورية. قال وزير الإعلام معمر الإرياني: لقد سعى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى جمع كافة الأطراف اليمنية إلى مائدة الحوار حرصا على جمع كلمة اليمنيين وتوحيد مواقفهم وحل جميع المشاكل المتراكمة. وأضاف وزير الإعلام في كلمته في افتتاح أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية 48 التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة: لقد ذهب الجميع إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أفضى إلى تبني مسودة دستور جديد ومشروع الدولة الاتحادية القائمة على نظام الأقاليم التي حددت 6 أقاليم، غير أننا فوجئنا بالانقلاب على تلك المخرجات التي توافق عليها كل أبناء الوطن واجتياح المحافظات من قبل الميليشيات الانقلابية المسلحة. وأكد الأرياني على أنه من الأهمية الاستفادة من واقع الإعلام اليوم، وذلك في ظل التطورات التقنية الهائلة والمتسارعة التي تحتم علينا أن نستغله في توضيح الصورة الحقيقية للمواطن العربي وقيمه وأخلاقه بعيدا عن الصورة النمطية التي رسمت عنه طوال العقود الماضية، إضافة إلى توجيه وسائل ووسائط الإعلام باتجاه تحصين شبابنا من الأفكار المتطرفة. ودعا الوزير الإرياني لتوحيد الخطاب الإعلامي للدول العربية وتوحيد الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب بكل وسائله وألوانه عبر وسائل ووسائط الإعلام، موضحا إلى أن الإرهاب اليوم يستهدفنا أكثر من غيرنا، فكل نتائجه الوخيمة ندفع ثمنها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا، مشيدا بالمواقف الحازمة لمحاربة الإرهاب التي طالتنا آثاره واكتوينا بنيرانه. أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية الانتهاء من التمديد آليا ولمدة 6 أشهر لحاملي هوية زائر من اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية. وذكرت الجوازات أن المديرية مددت لحاملي هوية زائر إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية وبتنسيق مع مركز المعلومات الوطنية، وذلك لمن قام بسداد رسوم تمديد هوية زائر من خلال نظام سداد المدفوعات الحكومية عبر القنوات البنكية المتاحة خلال الفترة المحددة. وأوضحت الجوازات أنه تم التمديد آليا لمن سبق له أن قام بتمديد قبل تاريخ بداية الفترة المحددة للتمديد، وذلك لتوحيد تاريخ انتهاء مدة سريان صلاحية هوية زائر. وأشارت الجوازات السعودية إلى أن من تأخر عن سداد رسوم تمديد هوية زائر بعد تاريخ 23 من شهر 9 للعام 1438 الهجرة، ومن لم يتم تمديد هوية زائر له لأي سبب، فإنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الخدمات الإلكترونية إبشر وطلب تمديد هوية زائر بعد سداد رسوم تمديد مع تسديد رسوم غرامة التأخير المستحقة. شنت مقاتلات التحالف العربي وسط تحليق مكثف عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب. وفضت مصادر أن غارة دمرت عربة عسكرية للميليشيات أعلى وادي الضيق شمال غرب مديرية صرواح.
فيما استهدفت غارات تعزيزات لميليشيات الانقلابية أدت إلى احتراق آليتين عسكريتين للميليشيات في وادي ضوغر بصرواح. وتشهد جبهة صرواح معارك عنيفة استطاع الجيش الوطني خلالها من السيطرة على مواقع استراتيجية مهمة ودحر الميليشيا منها وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. قالت مصادر محلية أن الميليشيات وجهت إنذارا لعدد من قبائل خولان المجاورة لمنطقة صرواح بإخلاء منازلهم، وذلك عقب تقدم الشرعية بسفوح وتلال مطلة على مديرية خولان بمساندة مقاتلات التحالف. وأشار مصدر ميداني إلى أن قوات الشرعية تستعد لفتح جبهة جديدة باتجاه ريف العاصمة صنعاء جنوبا بعد وصولها لمشارف مديرية خولان المجاورة لصرواح مأرب، وأن هدف الميليشيات من إخلاء تلك القرى هو تلغيم الطرق وزرع العبوات الناسفة أمام تقدم قوات الجيش الوطني وتحويل منازل المواطنين لسكنات عسكرية لها. شنت قوات الجيش الوطني هجوما مباغثا على عددا من مواقع يتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في سلسلة جبال صعدة في منطقة البقع في الشمال. وأفادت مصادر عسكرية عن مصرع وإصابة عددا من عناصر الميليشيا وفرار العشرات منهم وانهيار في صفوف الميليشيا في المواقع المستهدفة إثر الهجوم المباغث. وقالت المصادر أن قوات الجيش توغلت إلى عمق مواقع الميليشيا واقتحمت عددا من الكهوف التي تتخذها مخازن واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد التي كانت مخبأة. وتشهد جبهات محافظة صعدة اشتباكات ومعارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى. تتواصل المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات في مديريتي المتون والمصلوب بمحافظة الجوف بإسناد من طائرات التحالف العربي، ما أسفر عن مقتل نحو 26 عنصرا من الحوثيين. وتركزت المواجهات في جبهة حام شمال مديرية المتون ومزارع الورش والحيال شمال المديرية وفي منطقتي الغرفة والسداح في مديرية المصلوب. كما شن الجيش الوطني هجمات عدة على مواقع الانقلابيين سيطر خلالها على مواقع جديدة من بينها جبل الطويلة. من جانبها شنت طائرات التحالف غارات عدة مستهدفة تعزيزات عسكرية وبشرية للميليشيات شمال منطقة حام الأسفل. وقع وزير العدل القاضي جمال عمر على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمشاريع عادة ترميم عدد من المحاكم والمجمعات القضائية في العاصمة المؤقتة عدن ضمن خطة إعادة تفعيل دور المحاكم والقضاء المتضررة من الحرب، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك. وشملت اتفاقيات المشاريع التي وقعها وزير العدل مشروع ترميم مبنى وزارة العدل عدن مع مكتب الأمين العام للعقارات والمقاولات العامة، ومشروع ترميم المجمع القضائي في المعلا مع شركة الخضير للمقاولات العامة، ومشروع ترميم محكمة صيرة مع مؤسسة لاند كونستر للإنشاءات الهندسية، ومشروع ترميم محكمة الاستئناف عدن مع مؤسسة البركة للمقاولات العامة. وأكد القاضي جمال أن عودة المحاكم في محافظة عدن تحتل أولوية للحكومة الشرعية وتسهم في تطبيع الحياة العامة في عدن، كون القضاء ركن من أركان البناء والتنمية والأمن، وبدونه لا يمكن تحقيق تنمية وبناء. من جانبه شدد وزير الأشغال دكتور معين على سرعة إنجاز مشاريع عادة ترميم المحاكم والمجمعات القضائية التي تم توقيع اتفاقياتها وفقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة في المواعيد المحددة. حضر مراسم التوقيع كل من وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي ووكيل محافظة عدن المهندس غسان الزامكي والوكيل المساعد لوزارة الأشغال المهندس علي محمد ومدير مكتب وزير الأشغال المهندس وليد العباسي ومدير عام مكتب الأشغال في عدن المهندس وليد السراري. تفقد محافظ محافظة عدن عبد العزيز المفلحي عددا من المشاريع الخدمية في مديرية المنصورة، منها مشروع صفلتة ورصف شارع السجن وشارع جميلة بوحريب بمديرية المنصورة، إضافة إلى عدد من مراكز امتحانات الثانوية العامة. للتفاصيل، في زيارته لمديرية المنصورة تفقد الأستاذ عبد العزيز المفلحي محافظ محافظة عدن ومعه مدير عام المنصورة الأستاذ محمد عمر البري عدد من مراكز امتحانات الثانوية العامة في المديرية،
حيث زار ثانوية نور الدين قاسم للبنات وطاف خلالها عدد من الفصول للإطلاع على سير الامتحانات النهائية للطالبات. عقب ذلك زار محافظ عدن ثانوية النعمان للبنين والسمع إلى شرح مفصل عن طبيعة سير الامتحانات التي ينفذها الطلاب في ظل الاستقرار التي تشهدها المديرية. الدعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفق بناتنا وأولادنا في هذه الامتحانات، وأقول لهم أنكم أنتم وقود المستقبل وأنتم صناع الحاضر والمستقبل بإذن الله تعالى، فموفقين في كل أعمالكم. وأتوجه بالشكر والتقدير المدير مديرية المنصورة أستاذ محمد البري على ما يقوم به في الخدمات وفي نفس الوقت الاهتمام في كل القطاعات الأمنية والاستثمارية والخدماتية. تدشين عدد من المشاريع الخدمية في المديرية هي أولوية تنفذها السلطات المحلية، ففي زيارته لعدد من المشاريع الخدمية التي ينفذها المجلس المحلي بالمديرية تفقد محافظ عدن مشروع إعادة وترميم ثانوية باربع التي تعرضت لعمل إرهابي بعد بدء العمل فيها بتمويل المجلس المحلي، حيث أشاد محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي بجهود مدير عام مديرية المنصورة في إعادة تطبيع الحياة العامة بالمديرية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية. نحن نزور اليوم لندشن أولى خطوات سفلة شوارع المنصورة كذلك بعد المدارس، وقريبا بإذن الله تعالى سندشن سوق الخضار ببوابة جديدة بإذن الله تعالى وإصلاح السوق بالكامل. نعم أرى أنه الأمل قائم والمستقبل واعد، وعلى ذلك إن شاء الله أن كل الخدمات ستجد الحلول. الطرقات والشوارع الرئيسية كانت ضمن جدول الزيارة التي قام بها محافظ عدن لمديرية المنصورة، فكان اللقاء بالمواطنين هي سمة حرص عليها المحافظ المفلحي أن يستمع إليهم حول مستوى الخدمات التي يحتاجها المواطن. بعد ذلك اطلع محافظ عدن على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية في المديرية، حيث زار مشروعي رسو وسفلة شارع السجن وشارع جميل أبو حرة في مديرية المنصورة واطلع على سير العمل فيهما. زيارة المحافظ المفلحي لمديرية المنصورة تأتي في إطار ما تشهده المديرية من تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية شملت مختلف القطاعات، ومنها اليوم إعادة وتأهيل عدد من الطرقات. حضر الزيارة وكلاء محافظة عدن المهندس غسان الزامكي وكيل المحافظة لقطاع المشاريع، والأخ خالد الجعيملاني وكيل المحافظة لشؤون النقل، والأستاذ عبد الحكيم الشعيبي مستشار محافظة عدن، والمهندس سامي باهرمز مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور وقيادات المجلس المحلي بالمديرية. لقناة عدن الفضائية وضاح شليلي عدن. أكد محافظ أبين لواء ركن أبو بكر حسين سالم على أهمية رفع اليقظة القتالية العالية وتعزيز الأمن والاستقرار في زنجبار عاصمة المحافظة والوقوف بحزم وتطبيق النظام والقانون. وشدد محافظ أبين خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى مبنى أمن مدينة زنجبار على ضرورة خلق شراكة حقيقية مع مواطني العاصمة للارتقاء بمستوى الأداء الأمني في أحسن صورة، مؤكدا أن قيادة المحافظة ستقدم كل أشكال العون والرعاية لتحسين الأداء الأمني وإعادة الوجه المشرق للمدينة. كما تفقد المحافظ عمل ونشاط مكتب الضرائب بالمحافظة وحث القائمين على المكتب بمضاعفة الجهود وتحقيق إيرادات عالية في جميع القطاعات في إطار ما تشهده المحافظة من أنشطة دؤوبة لتعزيز مسيرة البناء والتنمية والتغلب على آثار الحرب والدمار التي شهدتها خلال السنوات الماضية. وطلب محافظ أبين قيادة مكتب الضرائب بوضع الخطط والبرامج الدؤوبة للعمل الضريبي على مستوى مركز المحافظة والمديريات. اطلع محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد عبدالله كدة على سير العمل في المكاتب والإدارات بديوان المحافظة، وخلال زيارته التفقدية تعرف على سير نشاط هذه الإدارات وبرامجها وخطط عملها. كما اطلع المحافظ على مستوى الانضباط الوظيفي ومدى التزام الموظفين بالدوام الرسمي، مشددا على ضرورة الانضباط في العمل وتنفيذ المهام والتحلي بروح المسؤولية والتفاني في العمل والإنجاز. أيضا تفقد محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد عبدالله كدة ومعه الوكيل الأول للمحافظة مختار محمد
بن عويض الامتحانات النهائية المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 الميلاد بمدرستي عائشة والعيدروس بمدينة الغيضة. وأشاد المحافظ بمستوى الأعداد والتنظيم والأجواء الآمنة التي تسير فيها الامتحانات، معبرا عن تقديره لمكتب التربية والتعليم على استعداده المبكر وتهيئته للعملية الامتحانية، وحث الطلاب على ضرورة الاعتماد على النفس وعدم الاستعجال في الإجابة. قام محافظ أرخبيل سقطرى أحمد عبد الله السقطري ومعه وكيل المحافظة لشؤون الجزر إدى الجريبي بزيارة تفقدية لقيادة لواء الأول مشاه بحري في المحافظة للإطلاع على مستوى الجاهزية القتالية لمنتسبي اللواء. وخلال الزيارة قدم منتسبو اللواء عرضا عسكريا نقل خلاله المحافظ أحمد السقطري لمنتسبي اللواء تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الرب منصور هادي ونائب الفريق علي محسن صالح ورئيس الحكومة دكتور أحمد بن دغر لمنتسبي اللواء. وأكد محافظ السقطرى أحمد السقطري أن الحفاظ على القوات المسلحة هو الحفاظ على الوطن ونسيه الاجتماعي، وأننا في السلطة المحلية نولي القوات المسلحة اهتماما خاص من أجل أن تقوم بدورها الوطني على أكمل وجه في حماية المحافظة والوطن بشكل عام. وأشاد المحافظ السقطري إلى ما يتميز به اللواء من ترابط عناصره وانضباطهم لمختلف الوحدات والكتائب العسكرية المنتشرة على السواحل والوديان وجزر المحافظة في سبيل حماية الأرخبيل وتوفير الأمن والاستقرار المواطنين فيها. استقبل محافظ محافظة أرخبيل سقطرى أحمد السقطري 15 مواطنا تلقوا العلاج في دولة الإمارات الشقيقة على نفقة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فيما غادرت 10 حالات مرضية بالأمراض المستعصية للعلاج بدولة الإمارات. وأثمن السقطري الموقف الأخوي الصادق الذي تقوم به الإمارات في تخفيف أعباء أبناء الأرخبيل، مشيرا إلى أن هذه المواقف محل تقدير واحترام وقدمت دولة الإمارات بمساعدة الحالات المستعصية للعلاج في مشفيات أبو ظبي ضمن جهودها في التدخلات الصحية المقدمة لبلادنا. قام لواء ركن صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة، يرافقه لواء ركن ناصر عبد الله بارويس رئيس هيئة العمليات المشتركة، واللواء ركن فضل حسن العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة، وعددا من مدراء الدوائر والقادة العسكريين بزيارة تفقدية للكلية العسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث اطلع على سير التجهيزات الإنشائية والفنية التي تشهدها الكلية العسكرية استعدادا لافتتاحها في سبتمبر القادم. ووجه قيادة الكلية العسكرية ودائرة الأشغال العسكرية بسرعة إنجاز كافة قطاعات ومنشآت الكلية العسكرية وتوفير كافة مستلزمات القاعدة التدريبية والدراسية المادية والفنية والكادر التعليمي. كما قام اللواء ركن صالح قائد الزنداني بزيارة تفقدية لمنشآت الورشة الفنية المركزية، والتقى بقيادة الدائرة الفنية الذين اطلعوا على سير العمل في إعادة الورشة الفنية إلى الخدمة العملية وعملية الترميمات الجارية والمطلوبة لإعادة هذا الصرح الفني المهم إلى سابق عهده بعد أن دمرته قوات الميليشيات الإنقلابية المتمردة. تفقد وكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي جمعية المكفوفين بالمعلة، واطلع إلى الاحتياجات القائمة واللازمة لتسيير نشاط جمعية المكفوفين بالمعلة، ومنها ترميم مبنى الجمعية الحالي، بالإضافة إلى توفير مقر كبير للجمعية يتواكب مع عدد أعضائها الذين يزيدون عن 300 كفيف وكفيفة. وقد وعد وكيل المحافظة بالعمل على نقل احتياجاتهم لمحافظ المحافظة لوضع الحلول والمعالجات المناسبة. عقد اجتماع بمبنى السلطة المحلية بمديرية خور مكسر برئاسة الأخ محمد نصر شاذلي وكيل محافظة عدن، وبحضور المهندس قائد راشد مدير عام صندوق النظافة والتحصين وعوض مشبح مدير مديرية خور مكسر. وفي الاجتماع الذي كرس لمناقشة أوضاع النظافة والتحسين وأعمال التشجير بمديرية خور مكسر، استعرض مدير خور مكسر
جهود وأعمال النظافة التي شهدتها المديرية، ومنها رفع مخلفات الحرب والبناء من ساحل أبيان والمطار وساحة العروض وبقية الأحياء. إلى ذلك أوضح مدير عام صندوق النظافة بعدن أن أعمال الصندوق تمتاز بالديمومة والاستمرارية، وقد تمكن الصندوق من مواكبة الظروف العصيبة التي مر بها الوطن ومدينة عدن على وجه الخصوص. هذا وخرج الاجتماع باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين أعمال النظافة والاستفادة من تواجد الحكومة ودعم المنظمات والدول المانحة. بناء على توجيهات محافظ عدن، تم تدشين حملة النظافة الشاملة التي انطلقت من مديريتي دار سعد والشيخ عثمان وشملت عددا من الأحياء الشعبية. تسيير حملات للنظافة يقودها صندوق النظافة وتحسين المدينة بعدد من مديريات محافظة عدن. دشنت اليوم في منطقة البساتين بمديرية دار سعد بحضور وكيل محافظة عدن محمد نصر شادري والمهندس قايد راشد المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة بالعاصمة المؤقتة في عدن. هذا التدشين الذي حضره مدير عام مديرية دار سعد محمد عبد الكريم جباري يأتي بتوجيهات محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي، يتم فيها رفع القمامة والمخلفات المتراكمة في عدد من المناطق. توجيهات الأستاذ عبد العزيز المفلحي محافظ العاصمة عدن، نقوم اليوم بزيارة تفقدية بمعية الأستاذ قائد راشد مدير صندوق النظافة ومدير عام مديرية الشيخ عثمان وأيضا مدير عام مديرية دار سعد للاطلاع على حملة النظافة التي يقوم بها صندوق النظافة في مناطق الدارة والبساتين والعديد من المناطق في إطار العاصمة عدن. جهود عمال النظافة المتواصلة وتعاون السلطات المحلية بالمديريات، تم فيها أيضا زيارة لمواقع حملات النظافة في منطقة المندارة بمديرية الشيخ عثمان بحضور مدير عام المديرية أحمد المحضار، واطلعوا على سير أعمال الحملة التي تتزامن مع جهود السلطات المحلية لمواجهة الكوليرا. طبعا اليوم نزلنا من منطقة المندارة متابعة سير أعمال حملة النظافة في مناطق الأمراض والشراء بالتواجد فيها كميات كبيرة من القمامة، ونزلنا بحسب توجيهات الأخ المحافظ عبد العزيز المفلحي متابعة سير العمل. انطلاق حملات للنظافة ورفع مخلفات القمامة يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي يوقفها صندوق النظافة وتحسين المدينة. رغم شحة الأمكانيات التي تواجه عمل الصندوق، إلا أن هناك جهود متواصلة ينفذها عمال النظافة خاصة في الأحياء الشعبية في عدد من مناطق مديريات محافظة عدن. لقناة عدن الفضائية، وضح شليلي. كرمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب وجامعة إقليم سبأ الهلال الأحمر الإماراتي بدرع المحافظة والجامعة وشهادة شكر نظيرة لجهوده ودعمه للمحافظة في الجوانب الإنسانية والصحية والتعليمية. وخلال التكريم أكد وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح أن هذا التكريم يعد رمزي للتعبير عن الشكر والعرفان لما قدمه الهلال الأحمر الإماراتي من دعم ومساعدات للمحافظة منذ بدء عاصفة الحزم، والأمل في الجوانب الإنسانية والصحية والتعليمية ودعمه لجامعة إقليم سبأ. ناقش الوكيل المساعد لمحافظة شبوة سالم الأحمدي مع قيادة مكتب الصحة العامة والسكان الوضع بالمحافظة وأسباب تفشي وباء الكوليرا في منطقة بئر علي بمديرية رضوم خلال 48 ساعة الماضية، كما تم مناقشة آليات تعزيز مواجهة الوباء بالمحافظة ومحاصرة بؤر تواجده فيها. وأوضح مدير عام مكتب الصحة في المحافظة الدكتور ناصر المرزقي بأن محافظة شبوة تتعرض للمرة الثانية لجائحة وباء الكوليرا والتي تسببت في إصابة 300 شخص وحدوث 4 وفيات حتى الآن، منوها بتفاقم الوضع الصحي في بئر علي الساحلية والتي أصيب فيها أكثر من 50 حالة وحدوث حالة وفاة واحدة. ووجه الوكيل الأحمدي بضرورة توجه فريق طبي من مكتب الصحة بالمحافظة لمعاينة الحالات في بئر علي ومعالجتها.
أكد الوكيل المساعد لمحافظة شبوة سالم الأحمدي خلال اجتماع صحيح المحافظة أهمية تعزيز الخدمات الصحية للأم والطفل في مختلف المرافق الطبية بالمحافظة، وأشاد الوكيل بتوجه جمعية التكافل الإنساني وتدخلها لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل بمديريتي عتق وحبان، مشيرا على أهمية هذا التدخل الصحي للجمعية بما يساعد القطاع الصحي وتطوير خدماته. واستعرض ممثل جمعية التكافل جلال القصيبة أهداف المشروع الصحي الذي يستهدف تقديم الخدمات الطبية لأمراض سوء التغذية للأطفال والرعاية الصحية الأولية. استشهد مدير مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني اليزيدي حملة رشيد ضبابي لمكافحة حمى الضنك التي تنفذها مؤسسة العون للتنمية بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وفي تدشين ثمن مدير البريقة الأعمال الخيرية التي يبذلها مركز الملك سلمان بتمويله مشروع مكافحة حمى الضنك وسعيه للقضاء على الأوبئة التي تنعكس سلبا على صحة المجتمع. عقد اجتماع بمحافظة أبين لمناقشة عمل ونشاط سكرتارية فرع اتحاد نساء اليمن ونشاط الاتحاد في مديريتي زنجبار وخنفر ودور الاتحاد في تقديم كافة أشكال العون للإغاثة الإنسانية لسكان المحافظة. وأكد الاجتماع على أهمية دور ومكانة الاتحاد في المحافظة باعتباره من منظمات المجتمع المدني الفاعلة، مشددا على ضرورة التنسيق المشترك والإيجابي لفرع الاتحاد مع قيادة المحافظة. مشاهدي الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرة الأخبار. أعود وأذكر بأهم ما جاء في النشرة من أنباء. محافظو حضرموت وعمران وسفيرنا لدى روسيا يؤدون اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية. مجلس الوزراء يقف أمام تطورات الأوضاع على المستويين المحلي والخارجي ويتخذ عددا من القرارات. الجيش الوطني يحقق تقدما في جبهة صرواح بمأرب وغارات جوية على مواقع الميليشيات. كان هذا كل ما لدينا في نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من قناة عدن الفضائية. إلى اللقاء.